بالنسبة للتعزية شيخ، هل له وقت وضوابط معينة؟ نعم. تعزية تعزية الميت، هل له وقت معين؟ ضوابط التعزية ليس لها وقت معين. التعزية ليس لها وقت معين، يعني قد تكون ثلاثة أيام كما يقول الفقهاء، وقد تكون أقل وقد تكون أكثر. يبتدي وقت التعزية من العلم بالوفاة، وهذا هو الثابت وهذا هو المحفوظ. فما علم المسلم بالوفاة شرع له التعزية، خلافا لعادات الناس اليوم لا يعزون إلا بعد الدفن، وهذا التقييد لا أصل له، إن العزاء يكون قبل الدفن ويكون بعد الدفن، يعزي بأي لفظ كان، إن شاء قال أجرك الله في مصيبتك وغفر الله لميتك، وإن شاء قال إن لله ما أخذ وله ما أعطى، كل شيء عنده بقدر، اصبر واحتسب، ولا يعزي بألفاظ أخرى. المقصود هو مواساة المصاب، سواء أورد له حديثا أو وعظ وذكر بالله، المقصود مواساته وتثبيته وتطمينه وإخباره بما ذكر الله جل وعلا عن الأجر والثواب لمثل هؤلاء أو لمن صبر واحتسب. ولا تقدر بوقت، حتى لو بعد اليوم الثالث أو اليوم الرابع أو الخامس، متى ما رأى أنه لقي هذا أو تأخر أو شغل عنه أو كان مسافر أو غير ذلك وأتى وعزه، لا بأس به بوقت. فقهاء رحمه الله حين قدروا ذلك بثلاثة أيام، لأن يقولون في هذا الوقت تكون المصيبة حارة وبعد ذلك يبرد شأن المصيبة، فلا يعزي بعد الثلاث، هذا مجرد اجتهاد. بعض العلماء عكس هذه القضية، لأن بعضهم يقول بعد الثلاث تذكر الهموم، وبعض الفقهاء يقول أصلا يبقى هناك حزن، بالعكس يكون أفضل بعد الثلاثة من لا. وعلى كل الصواب أنه يعزي قبل الوفاة وبعد الوفاة، ولا قدر لذلك، عز بعد الحدث الثالث أو الرابع أو الخامس. أما بالنسبة لصنع الطعام، لأهل الميت، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لأهل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، وهذا حديث جيد يستدل بمثله. وظاهر الخبر أنه يصنع لأهل الميت طعام لأنه قد أتاهم ما يشغل، بمعنى إذا لم ينشغلوا كي يكون في البيت من يخدم ممن لم يصب في المصيبة، فإذا لا حاجة إلى صنع الطعام لهم، لأن الناس اتخذ اليوم اتخذوا الطعام عادة، ما اتخذوا لأنهم قد شغلوا، بمعنى أن بعض البيوت قد امتلأت من الخادمات وربما لا يدرون أن ميتا مات، ومع ذلك ما يصنع شيئا انتظارا من أطعمة الآخرين، وهذا غلط لا أصل له. ماذا في من يخدمكم ولا درى عن مصيبتكم، فهذا تام ما يشغلهم، إذا ما تاكم ما يشغلكم في من يخدمكم، لا داعي. إذا صارت مقصود من ذلك هي أصبحت عادة، أهم شيء هذا يصنع الطعام وأن يأتوا يحاسبوا من لم يفعل، ما عرف قدرنا ولا مكان. حين مات والدهم ذبحنا الأرض ووضعنا له ثمان بوادي، أصبحت منافسة، وهذا غلط محض، لأن الحديث معلق أتى ما يشغل، بمعنى إذا ماتك ما يشغلك فيما يخذك لا داعي، يغلق هذا الباب. وإذا حل بك ضيف فاليوم إذا أمكن تقديم الطعام له، ولا في المطاعم اليوم كثيرة بإمكانك تشتري طعاما دون أن تستجيب لدعوات الآخرين، يصبح الأطعمة نوع مكاثرة. وأيضا الطعام لا يقدم مثل أيام كواقع الناس اليوم، هذا لا دليل عليه، إنما بقدر ما يذهب عنهم الشغل، لأنه قال فقد أتاهم ما يشغلهم، ربما يشغلوا الوقت اللي سيدفن فيه الميت، لكن من الغد ما هو الذي يشغله، لا داعي لها لمثل هذا. الإنسان ينتبه لهذه القضية، لا يسخذ القضية مكاثرة، لأن بعض الناس يفهم النص على غير وجهه.
إلى العزاء، هذا ليس فيه شيء ما لم يكن في ضرب خدود ولا شق جيوب ولا دعاء بدعاوي أهل الجاهلية. وأما حديث جرير كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت من النياحة، روى ابن ماجه وغيره، فهذا قد أنكره الإمام أحمد رحمه الله فيما ذكره عنه الإمام أبو داود في مسائله. وقد جاء في الصحيحين حديث الزهري عن عروة عن عائشة أنه إذا مات الميت من أهلها واجتمع لذلك النساء وتفرقنا ولم يبقى إلا خاصتها وأهل بيتها الحديث، فهذا دليل على الاجتماع العزاء. وما يدل على هذا أيضا ما جاء في البخاري معلقة أن الرجل أتى إلى عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه وقال إن النساء يبكين على أبي سليمان فانهاهن، فقال عمر رضي الله عنه لا بأس بذلك ما لم يكن نقع أي حذو الاضطراب عن الرؤوس أو لقلقة يعني رفع أصوات. وهذا إسناد صحيح، ومقصود بأبي سليمان هو خالد بن الوليد رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فهذا عمر رضي الله عنه قرر النساء على الاجتماع. وقبله حديثه عائشة، هذا يشعر بأن الأمر كان معروفا بين الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر ذلك منكر. وأيضا حديث جرير المتقدم قلنا أنه معلول، ولو صح فإنه يحمل أن الاجتماع لأنه من النياحة إذا صح الجاهلية.